بسم الله، في هذا الفيديو حنتعلم برمجة السي على نظام اللينكس. خلينا نبدأ. طيب، هعمل مجلد أول شيء، make dir cprog cd cprog. في داخل هذا المجلد هعمل الملف الأول السورس كود، أسميه first.c. هبدأ أكتب الكود السي بداية بإضافة include library. اللايبراري اللي هستخدمها standard input output.h، وهأكتب المين فانكشن. المين فانكشن int main int argc car pointer argv array. ونكتب ال printf. Hello world, new line, we return 0. نحفظ، نخرج، نعمل compile gcc، اسم الكود والoption output او dash o، واسم الoutput file main. لاحظ الآن أصبح عندي main. أشغل المين دوت سلاش main. هذا هو البرنامج، أشتغل ممتاز. فهذا أبسط برنامج بلغة السي.